أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف العاشر. هذا هو الأسبوع الثاني من الفصل الثاني. في هذا الفيديو سنستعرض أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع الثاني. كونوا معي. الحال، انظروا إلى هذه الصورة. سنقرأ الجملتين الآتيتين ثم نستنتج الفرق في المعنى بينهما. أقدر المزارعين المخلصين في عملهم. أقدر المزارعين مخلصين في عملهم. لاحظوا معي أن الجملتين متطابقتين، إلى أن هناك فرق بسيط بين المخلصين ومخلصين. في كلتا الجملتين المخلصين تعود على المزارعين وتصف المزارعين. في الجملة الأولى المخلصين معرفة بأن للتعريف، أما في الثانية فهي غير معرفة. فنقول أن المخلصين معرفة، مخلصين نكرة. انظر إلى الأمثلة التي تظهر أمامك على الشاشة. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه، كأن به عن كل فاحشة وقرا. لاحظ معي الكلمات أو التراكيب المكتوبة باللون الأحمر: ضعيفة، ينفي الفواحش سمعه. دعونا نفكر، ضعيفة، هل هي تصف يريد أو ولله المثل الأعلى الله أو أم أنها تصف الإنسان بالذات؟ ولكن هنا الكلمة ليس نعتا. لماذا؟ نحن نذكر أن من شروط النعت أن يتطابق بأمور كثيرة وأهمها التعريف والتنكير. هنا صاحب الحال معرفة، الإنسان ضعيف نكرة. أما في الجملة الثانية، من الذي ينفي الفواحش سمعه؟ هو الفتى. نسمي الفتى الإنسان صاحب الحال. الحال هو وصف النكرة يأتي بعد تمام الكلام، وحكمه النصب، يبين حالة صاحبه عند حدوث الفعل أو هيئة صاحبه عند حدوث الفعل. سندخل في تفاصيل أخرى. الحال تأتي على أنواع متعددة، فقد تأتي مفردة أي أنها كلمة واحدة، جملة اسمية أو فعلية، وشبه جملة، وسنرى ذلك في أمثلة كثيرة في الكتاب. لاحظوا معي هذا الخارطة المفاهيمية، أنواع الحال: مفردة أي أنها كلمة واحدة، ما ليست جملة ولا شبه جملة، كما خلق الإنسان ضعيفا. جملة، قد تكون الحال جملة اسمية أو جملة فعلية، وقد تكون الحال شبه جملة، جار ومجرور أو ظرف. سنقوم بعد أن نفهم هذه الجمل والحالات وأنواع الحال وصاحب الحال، سنقوم بحل الكثير من الأسئلة والتمارين في كتاب الطالب والأسئلة المساندة في كتاب التمارين لنتأكد من فهمنا للدرس.
إلى هنا عزيزي الطالب، أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.